بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لقاء على إثراء هذا البرنامج اللي سلط الضوء على قضايا كثيرة، ولكن هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. لا شك أن قضايانا ثابتة ومحددة من خلال قضايا الدينية الإنسانية الثقافية الاجتماعية وحتى القيمية، من خلالها ناخذ موضوع وعلى أثر هذا الموضوع نناقشه بمحتوى راقي بمحتوى جميل يطابق ويلائم القضايا الدينية، لا شك أنه من خلال القرآن الكريم والسنة، وأيضا القضايا اللي احنا محتاجينها لها دور كبير في حياتنا الاجتماعية. اليوم موضوع حلقتنا راح يتكلم عنه كيف نستقبل رمضان. أسأل الله العظيم أن يعود علينا وعليكم باليمن والبركات. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ عبد الرحمن علي النومسي. حياك الله شيخ، وأنا سعيد في لقائك. حياك الله، أهلا وسهلا، وأنا أسعد وأشرف بهذا اللقاء. شيخنا غالي دائما يقولون ختامها مسك، وإحنا اليوم إن شاء الله هذه تعتبر حلقتنا ما قبل رمضان. استقبال رمضان له طابع مختلف عن أي شهر عربي آخر. فالسؤال الأول شيخنا الغالي، قبل ما نبدأ بمحاورنا، قبل ما نبدأ بأسئلتنا، لو نعطي مقدمة عن استقبال رمضان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع موضوع مهم جدا، لأنه يهم كل مسلم، كون الله عز وجل فرض علينا الصيام فرضا سبحانه وتعالى، وطلبه منا وجعله ركنا من أركان الدين. فعلى وفق هذا لا بد أن نتفقه في ما يخص هذا الشهر من كل الجوانب، ولذلك صيام رمضان من العبادات الجليلة، وكما ذكرنا هي ركن أركان الدين التي يعني لا يقوم الإسلام إلا باجتماع هذه الأركان في نفس المؤمن فيقيمها. فلذلك لابد أن تستعد لهذا الشهر لتنال الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر. ليش نستعد لرمضان؟ نبي نتكلم عن الاستعداد لرمضان. حقا نستعد لرمضان لما فيه من الفضائل والخير. طيب، هذه الفضائل وهذه الخيرية التي في هذا الشهر هل ممكن نحصلها من غير استعداد؟ إذا كان أهل التجارات وأهل الشركات وأهل المؤسسات ويعني أهل الدنيا يستعدون للمواسم التي يجنون فيها أرباحهم. الحين واحد فاتح شركة ليش؟ مو يبي فلوس، يبي فلوس. لكن إذا جاء موسم، هذا الموسم بالنسبة لنشاطه التجاري يعتبر هو الموسم الذي يكسب منه المال، فلذلك تجده قبله بفترة طويلة يستعد، لأنه ما يصير يدخل الموسم بعد ما يدخل الموسم يجي يستعد لي لتجارته، جاء متأخرا واستعد متأخرا، فيفوته من الربح الكثير وقد يفوته الربح كله. كذلك في الدين، كذلك مع شهر رمضان، يدخل شهر رمضان ثم نفكر بالاستعداد، هذه إشكالية. ولذلك الآن كوننا في شهر شعبان وكوننا الآن سنستقبل شهر رمضان خلال أيام، هذا يعني فيه تنبيه عظيم للمؤمنين أن استعدوا وهيئوا أنفسكم لهذا الشهر لتنالوا ما فيه من الخير وتنالوا ما فيه من الأجر. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وصفدت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين مردت الجن العتاة يصفدون بالسلاسل. يعني شنو؟ يعني أبواب الخير كلها مفتوحة لك، أبواب الجنة مفتوحة، كل سبيل يدخلك إلى الجنة ويقربك إلى الله ترى الآن متوفر ومفتوح أبواب الجنة على مصراعيها. شيخ الغالي، البشارة اللي أنت قاعد تفضل فيها وأيضا المقدمة الجميلة الرائعة اللي أنت ذكرتها، شهر رمضان كان له مسميات عديدة، شهر الخير، شهر البركة، شهر النصر، العتق، شهر العتق، شهر التقوى، يعني المسميات الزاخرة هذه بالجمال والزاخرة بالفوائد والزاخرة أيضا بالتفاؤل المسلم اتجاه هذا الشهر. هذه الأوصاف التي وصف بها شهر رمضان ماذا تدل عليه؟ على عظم هذا الشهر. شهر يعتق الله عز وجل فيه كل ليلة عتقاء من النار، يأتي هذا الرجل وهو قريب من النار والعياذ بالله لكثرة المعاصي والغفلة قلة الطاعة وبطيء عند الطاعة والسريع عند المعصية،
لكن يدخل رمضان فتنقلب هذه الموازين كلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. شنو يدلك رغم أنف امرئ؟ يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوبال والخسارة. الخسران هو اللي أدرك رمضان وما نال المغفرة. ليش؟ لأن المغفرة ستسع الجميع. كل ليلة الله عز وجل يعتق عباده من النار كل ليلة. هل ما يدل عليه؟ يدل على سعة عفو الله ورحمته خلال هذا الشهر. ينادى: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر اقصر ابعد. الآن شهر الخير، شهر الرحمن، شهر الطاعة، شهر الذكر، شهر التعلق بالله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه فائدة رمضان وفائدة الصيام، مدرسة لتحصيل التقوى. صحيح. مدرسة كاملة، مدرسة نظامية، تصوم النهار وتقوم الليل وتستغل كل وقتك في الذكر والدعاء وما يقربك الله من قراءة القرآن وغير ذلك، وبر الوالدين وصلاة الأرحام. انظر كيف جمع لك رمضان أبواب الخير. من أعظم باب الخير الذكر والدعاء، حيث فيه التعلق بالله. يأتي الإنسان يشتهي المعصية ولكنه صائم، فيدع شهوته لأجل الصيام. ما آثر الشهوة على الصيام، ما قدم شهوته على الصيام، بل بعد عن الشهوة وبعد عن المحرمات للحفاظ على صيامه، يكون صيامه كاملا. انظر إلى المعاني هذه العظيمة التي تدل على التقوى وتربيك على التقوى، تربي المسلم على التقوى. لما إنسان يشتهي المعصية الشهوة اشتهاء، زين لنا حب الشهوات، هذا شيء طبيعي مغروس في أنفسنا، ولكن حتى الشهوة الحلال كأكل وشرب وغير ذلك نمتنع عنها في نهار رمضان ابتغاء رضوان الله، مع أنها ليست حرام. شرب الماء حرام؟ ليس بحرام، ولكن يمتنع عنه المؤمن ولا يشرب الماء ولا يأكل الطعام في نهار رمضان، ويكون الأكل والشرب في نهار رمضان ممتنعا عليه ومحرما عليه. لماذا؟ لأنه يريد رضا الله. شيخنا الغالي، من خلال تميز شهر رمضان وخصائصه العديدة، الآن نحن مقبلين على رمضان. نعم. لو نبي نتكلم عن أول خطوة لاستقبال رمضان، لعل من أهم هذه الخطوات وهي التوبة. نعم. التوبة جائزة للجميع، لحد يقول أنا سويت وأنا عملت وأنا تركت وأنا وأنا، لا، الآن هي الخطوة الأولى لاستقبال رمضان التوبة. التوبة، الله عز وجل خاطب الكفار، ما أقول المسلمين، الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ترى آية عظيمة. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للذين كفروا، كفروا بالله، الحمد لله على الإسلام والتوحيد، إن ينتهوا، يتركوا هذا الكفر وهذا العصيان، يغفر لهم ما قد سلف. هذا خطاب للكفار، فكيف بالمؤمنين؟ أولى بالمغفرة والرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أيضا هذا الخطاب ترى للكفار، خاطب الله عز وجل الكفار بلفظ عبادي، يعني يخاطبهم ويرأف لحالهم لأنهم أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي، وأعظم الذنوب الشرك بالله. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب كلها تغفر إن أقبلت على الله. فلذلك ما أقبل على الله بالتوبة، أول ما تستقبل به رمضان كثرة الاستغفار. نعم. والتوبة وتهيئة النفس على الطاعة. ما هي التوبة؟ التوبة العزم على الإقلاع عن الذنوب صغيرها وكبيرها، وإذا كانت عن ذنب معين فتتوب توبة عن هذا الذنب، خصوصا إذا كان كبيرة، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بخلاف باقي الذنوب. فإذا إنسان كان عنده كبيرة من الكبائر فيتوب توبة خاصة من هذا الذنب. كيف يتوب توبة خاصة؟ ينوي أن لا يرجع إلى هذا الذنب. ينوي فقط الدعاء، لا يعزم، يعزم النية أنه ما يعود إلى هذا الذنب. وقد يبتليه الله عز وجل بجنس هذا الذنب،
وبمغريات ليعلم الله عز وجل إن كان هذا، والله عز وجل يعلم، لكن ليظهر الله عز وجل صدق هذا العبد في توبته أم أن هذه التوبة فقط ادعاء. أصلا شغلة حتى بالكلام اللي تفضلت فيه هي أيضا فيه توبة نصوحة، لما يكون الإنسان تائب ويكون توبة لله خالصة ونصوحة فهي خارجة من القلب قبل لا تكون طالعة من اللسان. نعم، ولذلك اللسان والجوارح تترجم هذه النية التي في القلب. نوقف عند اللسان والجوارح، ناخذ فاصل بعدها نكمل. نعم. مشاهدين كرام، بعد الفاصل أحنا منتظركم. رمضان رحمة للمؤمنين ونور لأصحاب القرآن، له ميزات يتميز بها عن الشهور الأخرى، وقد جعله الله تعالى بابا إلى الجنة يقرعه عبده صباحا ومساء، فيدخله متضرعا سائلا مولاه جل وعلا، يطلب منه المغفرة فيغفر له، والرحمة فيرحمه، والرزق فيرزقه، والهداية والقوة والنشاط والعافية والتوفيق والسداد. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، والساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة إثراء. عنوان حلقتنا مثل ما أنتم عارفين يتكلم عن كيف نستقبل رمضان. لا شك أن معانا الشيخ عبد الرحمن علي النومسي شيخنا القالي. الجزء الأول لما أخذنا مقدمة فيها عن القرآن، وأخذنا فيها عفوا مقدمة عن رمضان كيف نستقبل فيها رمضان، وانت ذكرت من المعلومات والأحاديث وأيضا الآيات القرآنية اللي كان لها دور لكل مسلم إنه يحرك جوارحه قبل لسانه، فمن خلال هذه الجوارح نبي نتكلم الآن عن أهمية الصدق مع الله سبحانه وتعالى من خلال جوارحي في استقبال رمضان. لا شك إن رمضان يعني هي فرصة، وأنا في هذه المناسبة يعني أسأل الله العظيم لكل شخص وافته المنية في هذا الشهر أو في استقبال شهر رمضان، أسأل الله العظيم أن يتقبله بواسع رحمته. آمين. والدعاء أيضا راح يكون له جزء كبير في حلقتنا اليوم. الآن كيف نستقبل رمضان، والأهم من هذا أن تكون الاستقبال من ناحية التوبة النصوحة وخارجة من القلب. نعم، التوبة وأن يكون صادقا في توبته. أول ما تكون هذه التوبة من القلب، أن يعزم بصدق، والصدق لا يعلمه إلا الله، لا أحد يعلم ما في قلبك إن كان صدقا أو كذبا إلا الله جل وعلا. فياك أصدق الله يصدق. لما أتى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بايعتك على غنيمة ولا على مال، بايعتك على أن يدخل السهم منها هنا فيخرج منها هنا. قال إن تصدق الله يصدق. فلما قضيت هذه الغزوة رؤي كما كان يتمنى، صدق الله فصدقه الله. كذلك أنت إذا أنت نويت بصدق وعزم ونية جادة في أنك تتوب إلى الله وتغير حياتك ونمط حياتك، ترى هذه فرصتك الآن. كم من إنسان كان من الفسق الفجرة ثم لما دخل رمضان إذا به من الأبرار. ترى الفرق كم؟ فرق شهر. خلال هالشهر هذا درب نفسه وعزم وصدق مع الله عز وجل وأقبل إلى الله، فلم يرده الله خائبا، بل نال من فضل الله ومن رحمة الله ومن جود الله عز وجل. فلما قضي الشهر إذا به من الأبرار الأتقياء البررة الصادقين المؤمنين. هذا الشهر شهر عظيم يا جماعة، اللي يعني طوال السنة يجاهد نفسه في ترك المعاصي، هذا الشهر هو خير الفرص التي تستغلها لتغير حياتك كاملة. هذا الشهر الذي ينتظر السلف إذا انقضى رمضان، يجلسون 6 أشهر يسألون الله القبول، ثم إذا مضت هذه 6 يسألون الله أن يبلغهم رمضان. لماذا؟ لما رأوا من الرحمات العظيمة التي تتنزل من الله جل وعلا في هذا الشهر. كل ليلة تعتق من النار، وليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني مو الحسبة الرياضية اللي تنتشر بالواتساب وغيرها أن الليلة ضرب 1000 شهر يطلع مدري كم سنة 82 مدري، لا لا لا، هذا كلها غير داخلة بالحسبة. الله عز وجل يقول خير، ما قال مثل، خير يعني أفضل. يعني لا تقعد تحسب، لا تحسب مع الله عز وجل. الله ذو الفضل الواسع ذو الفضل العميم، ورحمتي
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. احرص على ماذا؟ على أن تهيئ القلب. ما يصير رمضان يدخل وقلبك لاهي صح ساهي وغافل، يعني كأنك كمبيوتر أعلنوا رمضان يلا نروح نصلي تراويح وتركع وتسجد مع الإمام وقلبك لاهي ما تتعظ بالمواعظ الذي يقرأها الإمام في الصلاة. شيخنا قال لك نعم أقوام تسمع إهلاك أقوام وتسمع وصف الجنة ونعيمها وصف النار وسمومها وعذابها وتسمع الأوامر والنواهي والزواجر وكلها عندك سواء، تسمع الأحكام الفقهية وكلها عندك سواء، تسمع يعني كل ما في القرآن بين الدفتين والأمر ما اختلف معك شيء. نعم صحيح. ليش؟ لأنك ما هيأت نفسك. إذا الشيخ الغالي من خلال الكلام اللي أنت طرحته، في عندنا برنامج في إذاعة القرآن الكريم اسمه فرصة للتغيير، هذا البرنامج يقدمه الأخ الكريم ومدير إدارة في القرآن الكريم الدكتور عبد الرحمن أبذرع الضفيري. أيوة وهنا نوجه له التحية عبر هذه القناة. أبأخذ العنوان البرنامج وهو فرصة للتغيير، بأن رمضان هي فرصة للتغيير لكل إنسان مسلم مجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هذه الفرصة تمنحنا الشعور الكافي والوافي اتجاه القلوب الصافية النقية بأن الله سبحانه وتعالى سوف يقبل منا التوبة مهما كان نوع الذنوب اللي انت ارتكبتها. إن الله الآن فالفرصة للتغيير. نعم. من خلال هذا الشهر كيف يتم اقتناص هذه الفرصة؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اهتم بقلبك يصلح لك الله عز وجل هذا الشهر وتنل منه الخير العميم. لابد تهتم لهذا القلب، لابد. اجلس جلسة الآن، روح اقعد بغرفتك، روح المسجد، روح المكان الذي تخلو فيه مع الله، لا أحد يسمعك إلا الله. حاسب نفسك، حاسب نفسك، متى ستصلحين أيتها النفس؟ خاطب نفسك يا فلان، خاطب نفسك، متى ستصلح؟ متى ستترك المعاصي؟ متى ستقبل على الله عز وجل؟ متى تنال رحمة الله؟ يعني اليوم سبحان الله، يعني من أقدار الله، الإمام إمام المسجد جزاه الله خير الذي أنا إمام أيضا معه، قرأ في 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 درس بعد العصر حديث عن نعيم أهل الجنة أنهم في كل أسبوع يزدادون جمالا، ففي الشرح قال إلى ما لا نهاية يزدادون جمالا، كل أسبوع يزدادون جمالا إلى ما لا نهاية. هذه الجملة حطها بين قوسين، إلى ما لا نهاية. الحين عندنا نعيم ما لا نهاية ولا بعد فناء، نقدم شهوة ساعة ونقدم حب المعاصي ونضيع هذا النعيم اللي ما ينفد ولا ينقطع ولا له نهاية. فرصتك الآن عشان تحصل هذا النعيم اللي ما ينفد ولا ينقطع ولا له نهاية. هذه فرصتنا الآن إن نغير حياتنا بالكامل. خلاص اترك الذنوب والمعاصي، أنت راح تطيح بالذنوب، راح تطيح بالمعاصي غصبا عنك، أنت مجبول على الذنوب والمعاصي، فطرتك هكذا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. الله يحب العفو ويحب المغفرة ويحب التجاوز عن عباده، من صفته أنه عفو. سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن أدركت ليلة القدر ماذا تدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو، صفة العفو، تحب العفو. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله أنه يحب العفو. العفو عن من؟ اللي ما أساء؟ لا، اللي أساء، اللي أذنب، اللي عصى، اللي غفل، لكن بعد ذنبه ومعصيته وغفلته أقبل على الله فعفى الله عنه. إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا أفضل دعاء في ليلة القدر. فلذلك الإنسان لما يتأمل مثل هذه الأحاديث وهذه التوجيهات النبوية يعلم علم اليقين أنه يعني لابد أن يستغل هذا الشهر استغلالا طيبا. إذن شيخنا الغالي من خلال هذه الإجابة لا شك أن للنفس فيها يعني ترويض، وأنا ودي نتكلم عن النفس وكيف يتم ترويضها بعد الفاصل إذا تسمح لنا شيخ الغالي. مشاهدي الكرام بعد الفاصل احنا بانتظار.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، والساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة ترى، عنوان حلقتنا يتكلم فيها عن كيف نستقبل رمضان. شيخنا الغالي، من خلال استقبال رمضان، في منهم من يستقبل رمضان بطرق منوعة، الله يجزاهم خير ويعطيهم العافية، كل واحد على قد نيته. نعم. ولكن أنا أتكلم الآن عن ترويض النفس. أنت ذكرت في الجزء الثاني بأن النفس أو رمضان مثل المدرسة، وأنا أعتقد أيضا أني أودي أني أضيف على هذا المسمى بأن رمضان مثل المعسكر. المعسكرات دائما سواء كانت رياضية أو غيرها، فتعطي الإنسان خلاص انطباع بأن أنت هذه الفترة لازم تعيش جو هذه مثلا الرياضة أو غيرها من الأمور، المعسكرات اللي احنا قاعد نقوم عليها الآن. لو نبي نقول أن المعسكر هو معسكر رمضان، طبعا مع احترامنا وتقديرنا للمسميات، ولكن هو المقصد منها المحتوى أن رمضان هو معسكر، فشون أقدر أروض النفس اتجاه هذا المعسكر الرمضاني؟ نعم، وصفك يعني جميل ودقيق. مدرسة ومعسكر، ليش؟ لأن في شغل وفيه تعب وفي جهد. العبادة عموما فيها مشقة، هذا شيء طبيعي، والمشقة هذه هي التي يتميز فيها الصادق من المدعي، لأن العبادة إذا كان فيها مشقة والإنسان ألزم نفسه بهذه العبادة فهذا يدل على صدقه. ولكن الإنسان إذا مشقة العبادة هذه جعلته يترك هذه العبادة، معناته هذا إنسان مدعي، ما لنا شغل فيه. إحنا لنا شغل باللي يجاهد نفسه على الطاعة، ويجاهد نفسه عن المعصية، ويجاهد نفسه على أقدار الله فيصبر. المسمى الشرعي هو الصبر، يجاهد نفسه ويصبر ويصطبر على طاعة الله، لأن طاعة الله فيها مشقة. الصلاة نعم. الله عز وجل ذكر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب الخاشع بيوم وليلة صار خاشع؟ ما هو بيوم وليلة صار خاشع، مع الأيام والسنين ويعني العكوف على الصلاة ومجاهد نفسه على فعل الطاعة، وتعرض له يعني العوارض والصوارف عن الصلاة والتأخير وغير ذلك، مع الأيام إذا به يحصل الخشوع وكان من الخاشعين فهانت عليه الصلاة، هانت يعني أقصد مشقة الصلاة عليه، فإذا به يتلذذ بها وينتظر الصلاة بعد الصلاة ويشتاق للمؤذن ليناديه إلى الصلاة. كذلك في الصوم، كذلك في سائر العبادات، وكذلك في استغلال الشهر. ترى رمضان ليس فقط صيام، رمضان جمعنا الصيام، جمعنا القيام، قراءة القرآن، الدعاء، الذكر وغيره من العباد، حتى معاملاتنا اليومية مع والدينا، والدينا أو والدينا نعم، وأرحامنا وغير ذلك، أيضا هذه من العبادات، لأننا نتقرب بها إلى الله عز وجل وننوي بها الخير. فرمضان عبارة عن معسكر، نعم، عبارة عن مدرسة يربي الإنسان فيها نفسه على الطاعة وعلى تحمل الطاعة. الآن لو عندك خيل، إنزين، الخيل هذا ممكن يتمرد معاك شوي، صح؟ يحتاج شنو؟ ترويض. مع الأيام إذا به خلاص قد روض وينطلق فيك، يعني صح ولا صحيح. لا، أنا مو من أهل الخيل ولا أعرف الخيل، لكن هذا الكلام الذي نسمع. نعم. كذلك نفسك التي بين جنبيك، هذه النفس كالخيل، عودتها على الكسل تراه راح تقعد كسلانة إلى يوم يبعثون، وإذا بعث الناس إذا به تتحسر على الكسل ولن ينفعها ذلك يوم القيامة. لكن إن عودتها على الجد والاجتهاد والمثابرة والانطلاق نحو الطاعة وغير ذلك، وألزمتها وأمسكت بخطامها وألزمتها الطاعة، إذا بها مع الأيام طبعا لا، ستتفلت معك، لكن مع الأيام إذا بها تستقيم على طاعة الله. فإن قصرت في يوم من الأيام لامتك وعنفتك، وإذا بضميرك يؤنبك، لأن نفسك تعودت على الطاعة وارتاحت إلى الطاعة، فتأتي أنت وتتكاسل، فإذا بك تشعر بأن ألم الضمير ويعني النفس اللوامة. هذا الأمر الذي لا بد أن نتعلم. أنا هنيك على هذه الصورة اللي أنت ذكرتها، وحتى يعني جيشت الأفكار ناحية صورة الخير وأنك شلون تروضها، فهذا إبداع منك أنت كضيف. لا، وأنا مو مني، أنا ما أخذ من غيري. لا لا، بالعكس والله اللي أشوفه إبداع جدا حلو في الصورة. شيخ الغالي، الآن بتكلم على الفئات العمرية، والفئات العمرية المقصود فيها الأطفال،
شباب وكبار السن. نعم. لو نبي نتكلم عن هذه الفئات الثلاثة ونحدد كل فئة وشنو دورها في رمضان، شنو نقدر نقول؟ الآن بالنسبة للفئات التي ذكرتها هي فئة المجتمع، والآن نقدر نقسمها أيضا تقسيم آخر بنفس هذا التقسيم، يصير تقسيم سداسي ليس ثلاثي. عندنا رجال وعندنا نساء. نعم. فهناك عبادات لا تستطيعها النساء وهناك عبادات خاصة بالنساء. يعني الرجل لن يخدم أهل البيت ولن يعني يتعب في إعداد الطعام، التنظيف وتلبية طلبات الأسرة وغير ذلك. ترى هذا يعني الواقع يشهد أن النساء تفوقن فيه تفوقا على الرجال، وأن الرجال لا يستطيعون ذلك من الأخير يعني. فلذلك المرأة لما تأتي وتتعب في المنزل وتعد الطعام سواء فطور أو سحور وما بينهما، لأن يعني هذا موضوع ثاني اللي هو موضوع الأكل في رمضان ما نبي نتكلم فيه لعل غيرنا من الضيوف يعني في خلال حلقاتكم في رمضان نتكلم عنه. تعد الطعام فطور وسحور وما بينهما، وتعد يعني المنزل وتنظفه وتهيئ البيت إيمانيا وتهيئ المكان يعني اللي عنده دوام، اللي عنده مدرسة، اللي عنده جامعة، اللي عنده كذا إلى آخره، مع العبادات، مع هذا جهد عظيم. لو قلنا بس الطبخ، موضوع الطبخ هذا يكفي في أن المرأة تتفوق فيه على الرجل بأنها تسهر على متطلباتها عباد الله. شيخ الغالي، أيضا يليت لو نعطي رسالة تشجيعية فعلا للأمهات اللي قاعد يقومون بهذا الدور بأن أجرهم أيضا مضاعف. شيخ الغالي، هؤلاء أنت الآن تشتغلين في البيت، أنت الآن يعني تحصدين أكثر من أمر في نفس الفعل. نعم. أولا أديت الحق الذي عليك، موضوع رعاية الزوج ورعاية الأبناء ورعاية الأم والأب، أديتي هذا الحق، هذا أول. ثانيا أديتي هذا الحق في شهر مبارك وهو شهر رمضان الذي الأجور فيه عظيمة ليست كباقي الأيام. أيضا أنت لابد أن تحتسب الأجر في إفطار الصائمين، من فطر صائما كان له من الأجر مثله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت تفطرين الصائمين الآن لما تعدين الإفطار فتأخذين أجر هؤلاء الذين صاموا، هذا صام وقرأ القرآن ودعا وخشع فنال من الأجر العظيم، وأنت يعني قمت بتجهيز الفطور له، فإذا بك تنالين مثل أجر هذا الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء. الفضائل العظيمة للمرأة، لكن هناك تنبيهات أنت جزاك الله خير انتبهت لها، وهي الكلمات التي نقولها أحيانا ولا نحسب لها حسبة. صحيح. ولا نحسب لها حساب. المرأة تعبت، طبخت، جهزت، ونظفت، وسعت في كل يعني ما تستطيع في أن توفر لك الجو الإيماني وأن تسد حاجتك ونقص اللي عندك، ثم تسمع، لا تسمع شكر ولا تسمع ثناء، وفوق هذا بعض الناس قد يعيب الطعام. طيب هي صائمة، وأيضا مطلوب منها الصلاة، مطلوب منها الذكر، مطلوب منها الدعاء، قراءة القرآن، قاعد زاحم هذه الأمور علشانك. فإذا كان هناك خلل بالطعام لا تلام، إذا كان هناك تأخير حتى بالفطور، ما خلص الفطور أو إلى آخره، يعني انتظار 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة شنو بيضرك؟ فإذا بها تسمع كلمة ثقيلة، أو بها تسمع ملاحظة على طعامها، أو مذمة، أو أقل شيء من يعني سكوت، لا شكر لا ثناء لا كلمة تشجيعية، ما نبي نقلب الجو سلبي، لكن هذا عتاب، لأن يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن قل له شكرا، شكرا، جزاك الله خير، شجعه ولو كان هناك تقصير، شجعه وقومه على هذا التقصير من غير أن يعني تؤثر في على قلبه. هذه نقطة مهمة لابد أن ينتبه لها الأزواج والأبناء والأهل عموما. في بعد أيضا ملاحظة شيخ الغالي، والله ودي هم بعد إذا تنصح فيها، اللي هو قبل الأذان مثلا بساعة أو ربع ساعة أو نص ساعة،
لما يكون قاعدين مثلا على مائدة الطعام أو قاعدين بالدوانية أو أيا كان، يحصل نوع من يعني المشاحنات أو نوع من السوالف أو المناقشات اللي ما لها داعي. نعم. قد تسبب هذه المناقشات نوع من يعني الشحناء. أي والله ودي لو نوجه رسالة أن شلون أقدر أستقل الربع ساعة الأخيرة أو النص ساعة الأخيرة قبل أذان المغرب، يعني هذا الأمر ضروري والله شيخ إحنا نعيشه. أقل تقدير أن ليش ما جبتوا شغلة فلانية، ليش ما حطيتوا شغلة، هذه الأمور يليت أن نتجاوزها. فالنصيحة لك شيخ، نظرة الناس لآخر ربع ساعة أو آخر ساعة أن كأنه وقت ضايع، وهو أحسن الأوقات. أحسن الأوقات، لأن الدعاء الصائم عند فطره مستجاب، فأحسن الأوقات في نهار رمضان هو آخر وقت الذي فيه المفروض أنك تتوجه، المفروض المستحب أنك تتوجه إلى الله عز وجل وتدعوه وتتقرب إليه بأنواع الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. والناس الآن يجلسون تناول أطراف الحديث، وقد يتشاحنون موضوع أن الشيء الفلاني ناقص، الأمر الفلاني ناقص، يلا كذا وخل نخلص وما أدري إيش وكذا، وقد تحدث مشاكل، وقد تحدث يعني مثل ما أقول قيل وقال وغير هذا بأمور حتى خارج الإطار الديني. صحيح. فيضيعون على أنفسهم ماذا؟ يضيعون على أنفسهم استغلال هذا الوقت. حتى شيخنا إذا ما إن شاء الله أنك تأكد لأن ساعة استجابة توقع يمكن لك دعوة. دعوة الصائم عند فطره هي مستجابة. نعم. يعني قد تكون هذه هي الساعة هي يعني الواحد يستغلها ويجتهد في تحصيلها، ويجتهد في أن وقته خصوصا آخر وقت هذا يحرص أنه يكون في طاعة، وأن يكون ختام صيامه طاعة لله عز وجل وقربة إلى الله عز وجل، لا يستغل في قيل وقال أو شحناء أو عصبية أو حتى أي موضوع خارجي، يعني خاصة القضايا اللي تصير قبل الفطور يفضل أنها تبتعد عنها. مثلا القضايا مثلا أيا كانت نوع القضايا، اجتماعية سياسية اقتصادية، احنا ما نخص، خلك أنت بالدعاء، خلك أنت مثلا أيضا بالكلمة الطيبة، بالاتصال، بالسلام، هذا هو الأفضل شيء أن نقدر نستغله قبل الفطور. مشاهدين الكرام، بعد الفاصل احنا بنتظركم. إن أيام رمضان أيام تنشئ المودة لدى المسلمين، وتضيء البيوت والمساجد ضياءً ولألاءً، وتروض النفوس على الذكر وتلاوة القرآن الكريم، وتكبل الشياطين القيود، وتضاعف الأعمال أضعافاً مضاعفة، وهذا بفضل من الله عز وجل. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. عنوان حلقتنا يتكلم فيها عن كيف نستقبل رمضان. أبو علي، احنا تكلمنا في الجزء الأول عن مقدمة كيف نستقبل رمضان، والله جزاك خير، أنت ذكرت معلومات جدا مهمة، وأيضا نحرص فيها على العبادات، وأيضا ذكرت فيها أن رمضان هو يعتبر مدرسة يجب أن نستفيد منها، نستفيد من وقتها، من يومها، أيضا في أدعية خاصة في هذا الشهر، وأنت ذكرتها عن عائشة رضي الله عنها. الآن شيخ الغالي بتكلم على أهمية إكثار العبادات. نعم. يليت أن الشخص أو المسلم بالتحديد لا يكتفي فقط في عبادة واحدة، يعني أحيانا يقول لك فلان طماع، هذه صفة مو زينة، لكن في رمضان أو العبادات الطمع أفضل شيء. فلو نبي نتكلم عن الإنسان يجب أن يكون طماع في زيادة والاستكثار العبادات. نعم أحسنت. الإنسان لابد أن يكون طماع لكن بعقل، يزن هذا الطمع بعقل. أحيانا من طمع طبع يقول لك، لكن الطمع يكون بعقلانية. كيف يعني؟ كثير من الناس يبدأ رمضان بهمة واجتهاد، ممكن يختم باليوم ختمة أو نص ختمة، يجتهد، لكن رابع يوم خلينا نقول بعد أسبوع إذا به يتكاسل، ويمكن يخلص لختمتين ثلاث أول أربعة أيام ستة أيام، ثم باقي الأربع عشرين يوم ما عنده شيء، قرا له وجه ولا وجهين. هذا بالنسبة لقراءة القرآن، كذلك في الذكر والدعاء وغيرها من العبادات. فلا بد أن توازن. أولا ابدأ بعقلانية، ولكن كونوا ربانيين، هذا في التعليم، بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، تبدأ بصغار العلم قبل كبار. كذلك في العبادات، العبادات لا تضغط نفسك كثيرا في بداية الشهر، لأن الخير الأعظم في نهايته، فتدرج تدرج مع هذا الشهر، ابدأ الذي تستطيعه لكن من غير ضغط. والأفضل أن تفعل العبادة التي يحضر فيها قلبك، لأن مثل ما ذكرنا في كثير من اللقاءات أن مثلا الدعاء، قلنا أن
إذا حضر قلبك في الدعاء وانطلق لسانك فاعلم أن الله يريد أن يستجيب لك. كذلك في سائر عباداتك، إذا حضر قلبك في الصلاة فاعلم أن صلاتك هذه إن شاء الله مباركة فاجتهد فيها. إذا حضر قلبك في الصيام وفي الذكر وفي الدعاء وفي قراءة القرآن فاعلم أن الآن قد بورك لك في هذه العبادة. لا تضغط على نفسك، كل واحد له طاقة معينة. لذلك الله عز وجل قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، ذكر إحسان العمل ولم يذكر الإكثار. يعني بعض الناس ممكن يكثر العمل لكن غير حضور قلب، هذا في خير؟ نعم في خير، ممكن يختم 30 ختمة في رمضان، 60 90 كيفه، ما شاء الله في خير، ما في إشكالية. لكن حضر قلبك، انتفع قلبك، تأثرت جوارحك، انقدت واستسلمت إلى الله عز وجل وأثر ذلك على طوال السنة وباقي السنة في الإيمان، هذا هو المقصود من العبادة. المقصود من العبادة هو أن تتأثر وتكسب المعاني الإيمانية فيها. فتقرأ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في ليلة، يقوم الليل في آية، في آية، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فيحضر قلب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يكررها، لأنه يشعر أنه ينتفع بها، يكررها طوال الليل. وهكذا ينبغي للمؤمن، مو شرط في ليلتك إذا كنت تقوم الليل لوحدك مثلا، خلينا نقول خواتنا النساء لما يقومون الليل مو شرط تقرأ الحزب ولا جزء ولا تقرأ جزئين في الليلة، اقرأي ما يؤثر في القلب ويحضر القلب عند قراءة. وصلتي آية حسيت أن أثرت فيك أو أثرت فيك، كرر هذه الآية إلى أن تشعر أنك انتفعت من هذه الآية. ليس الغرض كثرة الختمات ولا الغرض كثرة يعني تكرار العبادة، الغرض هو الانتفاع من هذه العبادة. شيخ غالي، يعني تقول هو حضور القلب للعبادة أهم من تأدية العبادة؟ تأدية العبادة بحضور القلب. نعم نعم، يعني أنا عارف اللي بوصله، أن الاستشعار القلبي هو الدور أساسي يعني في تأدية العبادة. في كثير من الناس يمكن يؤدي العبادة، صلاة صيام، ولكن قلبه مو متعلق فيهم، أنت قاعد تأدي. وهل هذا الخشوع؟ والخشوع عبادة. الله عز وجل ما أثنى على أنبيائه، ما وصفهم بالخشوع، وكانوا لنا خاشعين. فالخشوع مطلوب، خشوع فقط في القراءة؟ لا. الخشوع فقط في أداء الصلاة؟ لا. الخشوع في كل العبادات، في الذكر تخشع، في الصيام تخشع، في القيام تخشع، في ركوعك وسجودك وتلاوتك القرآن كلها تخشع فيها. لابد أن يحضر القلب، تهيئ القلب. لذلك أي صارف عندك ممكن يصرفك عن الخشوع ابعد عنك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سجادة وضعت له وفيها زخارف غير هذا قال شغلتني، عفوا ليست سجادة، صورة شغلته يعني ينظر إليها، فإذا به يعني يزيحها. لماذا؟ لأنه يريد حضور قلبه، يريد الانتفاع بصلاته صلى الله عليه وسلم. كذلك المؤمن احرص على الانتفاع بهذه العبادة. ليش؟ إذا انتفع القلب، إذا انتفع القلب وخشع قرب من الله عز وجل، فحمل هذا القلب على الازدياد من الطاعة. نعم شيخ الغالي، أمر مهم وأتمنى أنك تعطينا رسالة تشجيعية. في أشخاص ما يقدرون يصومون رمضان، نعم، وعدم صيامهم لظارف أو لظرف معين، سواء مرض أو غيره من الأمور اللي احنا تغيب عنا، لو نبي نشجعهم شنو الرسالة نوجهها لكل شخص ما يقدر يصوم رمضان؟ نعم، رمضان نعم هو شهر الصيام، ولكن الصيام على من استطاع. فإن لم تكن مستطيعا للصيام فلن تحرم الخير. الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن أبواب الجنة تفتح في رمضان، ولم يقل باب الصيام فقط، باب الصيام الريان. لم يقل فقط باب الصيام، بل أبواب الجنان. هذا يدل على ماذا؟ على أن سبل الخير والطاعة والعبادات المتنوعة في رمضان متوفرة لك. إذا أنت ما تقدر يعني تصوم لمرض معين، سواء يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، عندك قراءة القرآن، عندك الذكر، عندك الدعاء،
ولعل انتفاعك يكون في الدعاء أكثر، أو انتفاع فلان يكون بالذكر، انتفاع غيرهم يكون بالقرآن. والصيام مطلوب منه كونه يستطيع، لكن كونك ما تستطيع الصوم وليس عندك القدرة على الصوم مو معناته حرمت الخير، ليس معناته أنك حرمت الخير، بل إنك لو كنت صحيحا وصمت ثم حصل لك عارض وحرمت من الصيام فإن الله يجري لك أجر الصيام كأنك صحيح. الله يجزاك من فضل الله. ما قصرت شيخ على هذه الحلقة المميزة والرائعة، الله خير، واللي من خلالها إن شاء الله نستقبل رمضان إيمانا واحتسابا. الله يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه، ويعني يجعلنا فيه من العباد الأتقياء وينفعنا فيه طوال العام. آمين. مشاهدينا الكرام، في الختام أسأل الله العظيم أن يبلغنا رمضانا إيمانا واحتسابا، وأن يحفظ هذا البلد من كل مكروه ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. مع السلامة.